يا صباح الخير والسعادة على حضراتكم. صباح جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح مي. حلقة النهاردة حلقة يوم الثلاث بتاريخ 8 فبراير 2022. يا رب النهاردة يكون يوم جميل على حضراتكم، مليان دايماً بطاقة إيجابية وتفاؤل، وابدأوا دايماً يومكم بابتسامة، الابتسامة بتصنع يوماً أفضل. خليني أذكر حضراتكم بفقراتنا زي ما احنا متعودين، بنبدأ دايماً بفقرتنا الإخبارية، هنتابع فيها النهاردة نشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، وطبعاً لقائه مع رئيس دولة جيبوتي، وهنتكلم عن أهم ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي، مؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس دولة جيبوتي. كمان هيكون معانا تقرير خاص بنشاط وزارة الداخلية والجهود اللي بتقوم بيها، إلى جانب طبعا العديد من الأخبار اللي بيكون معانا فيها مداخلات هاتفية لمعرفة مزيد من التفاصيل. فقرتنا الثانية فقرة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز المانشيتات اللي بتعتلي أغلب الصحف المصرية، وده يكون من خلال ضيفتنا النهاردة أستاذة ريم مختار الكاتبة الصحفية، هنحلل معاها أبرز المانشيتات اللي بتعتلي أغلب الصحف المصرية الداخلية وأيضا الخارجية. فقرتنا الثالثة والأخيرة أعتقد فقرة مهمة في التوقيت اللي احنا فيه والضغوطات اللي احنا فيها الفترة الأخيرة، فكرة ان احنا ازاي نفكر. يعني دايما مش بنيجي يعني لما بيكون او بتواجهنا مشكلة مش بنعرف ازاي نحل المشكلة دي، لازم نبدأ اول حاجة بالتفكير، بس ازاي نفكر، يعني ازاي تكون طريقة صح عشان نحل المشكلة اللي احنا فيها دي، ازاي نفكر بطريقة ايجابية ما تكونش طريقة سلبية توصلنا ان المشكلة تتعقد او ما نعرفش نحلها. هنعرف اساليب التفكير وازاي نعرف او يكون هل التفكير ده ممكن يكون ثابت ولا بيتغير، هل لحظة انفعالي ساعة المشكلة ازاي اكون مسيطرة عليه او على تفكيري او على دماغي عشان اقدر احل المشكلة دي. ده موضوعنا النهاردة اللي هنتكلم فيه مع ضيفتنا دكتورة ايمان الجندي الخبيرة التربوية والارشاد الاسري. خلونا نروح لفاصل في البداية مشاهدينا ونرجع نبدأ اول فقراتنا وهي فقرتنا الاخبارية، خليكم معنا.